متى أطري على بالك؟ زين يعني معقولة ما تفكر فيني؟ معقولة ما تشتاق حق صوتي؟ معقولة ما تطالع صورتي؟ معقولة لهالدرجة أنا صرت بعيد؟ بما أني من قبل كنت أنا أقرب لك من روحك عليك؟ أنا اللي كنت تتنفس فيني، أنا كنت الوريد، أنا. وبعدها بيسألك متى؟ متى تزورني؟ متى تمر علي؟ متى أشوفك؟ متى أكحل عيوني بطيوفك؟ متى أحس أن الدنيا ابتسمت والحظ ارتسم؟ متى أحس بأن كل المعالم صارت بصفي يوم وأشوفك؟ هذه الأسئلة اللي أبي أعرف إجابتها منك. أبيك تسمع صوتي وأنا قاعد أناديك من غير لا تشوفني، لعله عسى إذا أنا ما طريت عليك إلا على الأقل سمعت صوت ذكرك فيني، أو سمعت صوتي وذكرتني. أبي أختفي ويلي عندك، أبي أختفي علشان أتأكد أنك مشتاق. وإن ما كنت مشتاق، تخيل أنا من كثر ما أنا والهان عليك أبي أخلق بقلبك الشوق لي. أبيك غصب تولها علي، أبيك غصب تري شوفتي، أبي دموعي تروح وأبي كنت من يمسحها، أبي ابتساماتي تعود وأبي كنت من يرسمها، أبي أحس أني أنا مرتاح وأبي كنت تكون سبب هالراحة. أبي أختفي، أبي المرة الجاية اللي أقرر أني أختفي أقرر أني أختفي معاك، ما أختفي بروحي. وإذا قررت أني أنا أختفي اليوم وبعد فترة، فأنا بس أبي أكون عندك ومعك، وأبي أرد أسأل متى. ترى خجول أنا، والله والله خجول، ما أقدر أتكلم، ولكن إن سنحت لي الفرصة راح أصرخ، راح أقول لك بس مرة، على الأقل جاوبني على هالسؤال، على الأقل إيش في غليلي؟ حرام عليك والله، والله العظيم حرام عليك. راح صوتي وأنا قاعد أحاول بكل ما أملك أني أنادي، خلاص جاوبني متى، خلني أختفي لي عندك، طمني عليك يا أخي، بس خل أشوفك وأروح. أنا راضي كذي، والله راضي.